دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع امبارح لمتابعة خطط وزارة الكهرباء لتطوير ورفع كفاءة الشبكات وصولا لتقليل نسبة الفائت. أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ أعمال الصيانة والحد من سرقات الكهرباء. امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع الإجراءات الخاصة بسد العجز في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية. دكتور مدبولي أكد ضرورة الالتزام بتعيين 30 ألف معلم كل عام على الأقل حتى يتم الانتهاء من سد الفجوة في أعداد المعلمين، وذلك وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة مايا مورسي رئيسة المجلس القومي للمرأة لاستعراض عدد من ملفات عمل وأنشطة المجلس، وسلمت الدكتورة مايا مورسي لرئيس الوزراء تقرير يتضمن أهم ملفات عمل وأنشطة المجلس على مدار الفترة الماضية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة خطط وزارة الكهرباء لتطوير ورفع كفاءة الشبكات وصولاً لتقليل نسبة الفاقد. وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار الجهود المبذولة من قبل وزارة الكهرباء لضبط الفاقد من الشبكات من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من وصلات الخلسة أو سرقات الكهرباء والتعامل معها بشكل فوري. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية. وأكد مدبولي ضرورة الالتزام بتعيين 30 ألف معلم كل عام على الأقل حتى يتم الانتهاء من سد الفجوة في أعداد المعلمين ومواجهة مشكلة نقص المعلمين اللي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التعامل معها، كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مد الخدمة للمعلمين. امبارح واصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مناقشة المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استجابة الحكومة لعدد من التوصيات اللي طرحها الحوار الوطني بشأن تطوير المرحلة الثانوية، موجهاً بأن يتم طرح هذه الرؤية الخاصة بتطوير الثانوية العامة اللي أعدتها الحكومة للحوار المجتمعي من خلال آلية الحوار الوطني بما يسهم في إثراء المناقشات بهذا الشأن. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لرفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءاً من الموسم الزراعي المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار الدولة في دعم الأسمدة الزراعية باعتبارها مكون رئيسي لتحقيق الأمن الغذائي وتيسيراً على المزارعين لرفع العبء عن كاهلهم. كما أوضحت أن تكلفة دعم الأسمدة للمزارعين بتصل لحوالي 30 مليار جنيه في العام، مشيرة إلى جهود الحكومة في ميكنة منظومة توزيع الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونياً.